ابدأوا بدمشق، فانهدوا لها، فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم. هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى قائد جيوش فتح الشام أبي عبيدة عامر بن الجراح بعد النصر الذي تحقق على حشود الروم في اليرموك في شهر رجب من السنة 13 للهجرة، طالبا منهم أن يسخروا كل ما لديهم من قوة لفتح هذه المدينة العظيمة التي اعتصم فيها الروم وكانت أقوى حصونهم في بلاد الشام، فتم تحريرها في شهر رجب من السنة 14 للهجرة، وكان استسلام الروم فيها إعلاناً بانهيار حكمهم لبلاد الشام وخروج قائدهم هرقل مودعاً لها إلى الأبد. وأدار أبو عبيدة بعد هذا الفتح العظيم بقية فتوحات بلاد الشام وأتمها في 4 سنوات. سيدنا أبو عبيدة أولاً هو قائد جيوش الإسلام في بلاد الشام، واختيار الصديق له جاء من منطلق أن أبا عبيدة أطلق عليه من قبل النبي أمين هذه الأمة. تلك أمة قد خلت. وزع أبو عبيدة قواته على محاور عديدة في بلاد الشام قبل فتح دمشق لإحكام السيطرة على الطرق المؤدية إليها. خرج معه 4 جيوش، ومن ثم أخرجه